لن تصدق كيف عاقب الله رئيس وزراء إسرائيل أمام آلاف المسلمين بعد أن شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، عقاب شديد. ولكن فضلاً إذا كنت مسلماً لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع. لقد شتموا الإسلام والفلسطينيين، ولكن جاءهم الرد الساحق من الله تعالى في الحال، كما حدث مع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. سبحان الله، اليوم جاء عقاب الله الشديد لبنيامين نتنياهو، وسنتعرف على هذا العقاب الآن. ولكن دعونا نعرف ماذا قال رئيس إسرائيل الكيان الصهيوني، حيث هجم نتنياهو الإسلام وأكد على أحقية اليهود للمسجد الأقصى ودعمه للاحتلال. وأثرت الكلمة التي ألقاها غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، وبعد ذلك انتشرت حملات تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والتي تمثل نسبة عالية في الحصة السوقية العالمية، منها ماكدونالدز وكوكاكولا وستاربكس وغيرهم من البراندات العالمية الشهيرة. وكان الرئيس اليهودي بنيامين نتنياهو قد قال: لن نتخلى عن أرضنا، والقدس ملك لليهود، وهي أرض الميعاد التي وعدنا بها الرب. هذه التصريحات كانت كفيلة بإشعال فتيل غضب في العالم العربي والإسلامي، حيث أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في معظم الدول العربية هاشتاغ غزة تحت الحصار، كما أشعلت حملات في الوطن العربي والعالمي عموما لتقليل تقييم تطبيق الفيسبوك لدى متجر جوجل بلاي، لكي تتعرض الشركة الأمريكية لخسائر مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات بسبب كونها منحازة لإسرائيل، حيث أن فيسبوك قامت بإغلاق الحسابات التي تدعم القضية الفلسطينية. فسبحان الله، إن الله يمهل ولا يهمل. فبعد هذه التصريحات القوية من الرئيس نتنياهو جاءه عقاب شديد في الحال. سبحان الله، حيث أن إسرائيل تسجل أكثر من 50,000 إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس، وهي رسالة وعقاب من الله عما يفعلونه مع الفلسطينيين. فسبحان الله، خلال 24 ساعة الماضية سجلت إسرائيل 52,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ ظهور الوباء على الأرض. ووفقا لإيرادات الصحف العالمية، فإنه تم رصد 1016 حالة وفاة جديدة، لترتفع حالة الوفيات في إسرائيل إلى 43,000 حالة في اليوم. وكانت البلاد قد سجلت قبل أيام أكثر من 45,000 إصابة جديدة، واستمرت نسبة الفحوصات الإيجابية في الارتفاع، حيث بلغت 17% يوم الأحد مقابل 16% في يوم السبت، وهو انتشار سريع لهذا المرض لم يحدث في أي دولة من قبل. هل شاهدتم يا أمة العالم قاضبة ماذا يحدث لمن يتطاول على الإسلام والمسلمين؟ فإذا كانت الأمة الإسلامية العربية اليوم ضعيفة، فإن الله تعالى هو القوي الجبار المنتقم. إنهم يتحدون الله تعالى، ومن يتحدى الله ماذا سيحدث له؟ نعوذ بك يا الله من جهل الحمقى، وأيضا من الرسائل القوية التي أرسلها الله لتل أبيب هو انتشار حرائق قوية. أيضا فبعض هذه التصريحات القوية لنتنياهو أراد الله أن يعطيهم رسالة قوية. فاليوم بعد انتشار الهاشتاغات الداعمة للقضية الفلسطينية وهبوط أسهم شركة فيسبوك في البورصة العالمية، حلت الكارثة الثانية وهي انتشار حرائق قوية اليوم في تل أبيب. أفادت شركة روسيا اليوم أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق كبير اندلع في ميناء إيلات عسقلان، حيث اشتعلت الحرائق في سهاريج الوقود الضخمة، كما انطلقت هذه المرة صافرات الإنذار لتعليق الطيران في مطار بونغون في تل أبيب بعد اشتعال الحرائق فيه، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.
وذكرت السلطات أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطي وأكثر يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون E24 نيوز الإسرائيلي أن عملية الإطفاء طالت نحو 300 شخص. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحرائق والدمار طال عددا من الشركات الإسرائيلية، فقد أعلن اتحاد المصنعين في إسرائيل صباح الخميس 13 من مايو أيار أن الضرر ألحق على اقتصاد إسرائيل لإطلاق حماس صواريه بغزة وصل إلى 540 مليون شيكل، أي نحو 160 مليون دولار، وذلك خلال 3 أيام فقط من الاثنين إلى الأربعاء. ولقد تناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى تحت عنوان لقد جاء عقاب الله. نترككم مع فيديوهات الحادث. شاهد معجزة كبيرة جدا تحدث الآن فوق المسجد الأقصى في فلسطين. شاهد بنفسك رسالة الله لفلسطين اليوم. ولكن قبل المشاهدة، ندعوكم مشاهدين الأعزاء لتفعيل خاصية الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم هذا الفيديو تشجيعا لنا في نشر المزيد إن شاء الله. كلنا نعلم بما حدث في مدينة القدس المحتلة منذ أيام قليلة مضت، حيث كان هناك الآلاف من الشعب الفلسطيني يؤدون صلاة التراويح في ساحة المسجد الأقصى المبارك، لكن قوات الاحتلال سرعان ما ألقوا عليهم الخرطوش وقنابل الغاز وقاموا بتفريقهم وهم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقد أصيب المئات من الشعب الفلسطيني وقد استشهد العشرات وقتل واعتقل الكثير، فقد اعتادت الخنازير على ذلك ليمنع الشعب الفلسطيني من الصلاة في المسجد الأقصى. لكن ما حدث بالأمس في المسجد الأقصى تقشعر له الأبدان. لنشاهد سويا ماذا حدث بالأمس عند المسجد الأقصى. هذا الأذان الذي تسمعونه لا لم يكن هناك أحد يؤذن، علما بأن المسجد الأقصى كان مغلقا بالأمس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، بل ظهر صرب كبير من الحمى أخذ يحلق فوق المسجد الأقصى لمدة نصف ساعة كاملة. هل تتذكرون مشهد صرب الحمام الذي ظهر فوق الكعبة المشرفة منذ شهور مضت؟ هذا المشهد يتكرر مرة أخرى فوق المسجد الحرام. لقد تخلى جميع العرب عن المسجد الأقصى وعن فلسطين، ولكن السماء جاءت بالرد سريعا. فهل هي معجزة أو بشرى للشعب الفلسطيني؟ لنشاهد المقطع مرة أخرى. بس الحقيقة كل نص ساعة يا جماعة الخير بوصل صوت غريب، عجزوا ان هاي الصوت اسمعوا. لا إله إلا الله، أشهد أن لا. أنت راكب شوف إذا في حدا بيجي وخلص، شايفين الجنود وين واقفين غاب. الأقصى خلي من بني آدم، أشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، من هو الرسول؟ أشهد أن محمدا. غريب.
ايش اسمه بالعربي؟ الفيديو مقدم من قناة أمجد طويلة الطيبة غريب يا جماعة الخير. هسه بحط لكم أخرى. اللهم انصر فلسطين وأهلها.